السلام عليكم، تنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله المهم هو الفيديو. مشى ليا الفيديو، بقى ليا فيه غير طرف للاسف. كنت باغا نشارك معكم كامل الطريقه من الاول حتى الاخر، ولكن بقى ليا غير جزء اللي هو النتيجه، وقلت غنشاركها معكم، واللي يحتاج شي استفسار ولا شي حاجه مرحبا. ولكن كنت نتمنى بزاف بزاف تشوفوا الشكل ديالو من الداخل، فهو صراحه جا شكل رائع. هو مشروع الوحدة ديال الرحلات والأسفار على شكل اون فاليز، ملي تتفتح فهي تتفتح كاملة، تتفتح تتولي بحال مطوية، ملف واحد وكلها فيها الكتبة، كلها فيها الصور، فيها مطويات على شكل زوين. المهم كنت نتمنى أنا، يلاه هنايا عيب بديت نوريكم في الأول صافي، ومعرفش كيفاش مشى ليا الفيديو. المهم ان شاء الله مره اخرى غنعاودو باش نوريكم الطريقه ديالو كامل. كما تشاهدوا هي باليزه، عندها تتسد هكا، فيها الجويب تيتسد، عندها البلاصه ملي تتهديها، عندها الرويدات، وممكن هكا فاش تجريها تتحرك، فاش تفتحيها تتلقايها عامره كامله بواحد الشكل رائع رائع بزاف بزاف. ولكن للاسف بقات الهضره. المهم يا بغيت نشارك معكم الشكل ديالها، وتنتمنى انها تروقكم، واي استفسار خليه ليا في الكومونتير، رغم انني عارفه انها يكونوا انتقادات اكثر من الاستفسارات، لان ما واضحاش بصح ما واضحاش. تنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء، واستسمح.